يا ترى بعمل مابنج؟ يا ترى عنده عناوين السيكتورز دي
او البلوكات دي جوه الديسك ويعمل مابنج ما بينهم عشان يخزن البيان في الواقع ده اللي بيحصل من خلال حاجه اسمها الفايل اللوكيشن وده بيكون موجود في المول. خلاص شباب هي دي محاضره النهارده ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف ايه هي طرق السكيدولنج زي ما اتفقت معاكم. قال الفيرست كام فيرست سيرفيس من اسمه ريكويستس ار سيرفيد ان ذا اوردر ان ويتش ذي وير ارايفد. يعني زي نفس السيكونس اللي بيوصل ببدا ان انا ايه؟ انفذ بيه. طب مميزاتها ايه؟ ها؟ طريقه سهله في التطبيق وفي البرمجه وان انا افهمها. صح؟ طب عيوبها؟ شويه رايحه كده وشويه كده وشويه كده وشويه كده. حركه البيت مالها؟ بتتحرك كتير عشان كده بيقول لي ذا وايد سوان فور ذا هيد. سواء جديات معايا سواء تحكمت بالحركه بتاعت الايه الهيد عندي. بقى مثال اهو بقى والمساله بتجينا بالشكل ده. بقول لك اعتبر ان انا عندي الديسك اللي عايزه اوصل للايه للاماكن دي بشكل الكيو اللي انا عاطيه لك ده. يبقى المفروض 98 بعدها يعني عايز يروح للسلندر مين؟ ما هو الديسك عباره عن ايه؟ نفكر بعض تاني. عباره عن مجموعه بلانتس ليهم ارم، كل بلانت لها تو هيد، صح؟ صح كده ولا ايه؟ كل هيد ليها كل بلانت له ايه؟ تو سيرفيس، صح؟ وكل سيرفيس متقسمه مجموعه تراكات، صح؟ مجموعه التراكات اللي تحت بعض على الدراسه كلها اسمها سلندر. فانا عايز اعرف ان اي هيد اللي فوق او اللي تحت عايز توصل لسلندر معينه. فانا بقول حركه الهيد هتعدي على السلندر بالسيكونس اللي قدامي. طيب وبعدين؟ قال لي بس خدي بالك ان الهيد كانت واقفه فين؟ عند 53. خلاص كده؟ بمثلها ازاي؟ خلي بالك ان الرسمه اللي على السبوره ديت مش صعبه، الرسمه ديت اساسا عباره عن ايه؟ ديت عباره عن كان بالظبط ايه؟ انا فرقت الاسطوانه. يعني الديسك مش المفروض ان الديسك كان بالشكل ده عباره عن تراكات وكل تراك موصله بايه في البلانكس اللي تحت. فعندك سلندر صح وهنا برضه في سلندر وهنا سلندر صح. فعدد السلندرز دول هو عاملهم لي ومسكهم لي على خط ايه؟ على خط افقي. وصلت؟ الخط اللي قدامي ده بمثل فيه السلندر والاسهم اللي احنا هنشوفها دلوقتي ديت هتكون عباره عن الحركه او الموفمنت بتاعت الهيد عليها. فانا طبعا بعتبر ان السلندر المفروض ان هي بدأ من اول سلندر رقم كام؟ زيرو. تمام كده يا شباب؟ طيب وعندي بقى حسب الكيو اللي قدامي. الكيو ده عشان احط السلندر مش لازم احطهم بالترتيب؟ ممكن نرتب الكيو اللي قدامي ده اصغر طوبه في كام؟ كام؟ اهي 14. شوف عشان انت في الامتحان حتى لو الامتحان ده ام سي كيو بتستلم ورق درافت ولو ما جاش في الميد تيرم درافت اطلبه. عايزين ورق درافت. خلاص نحل المساله خالص عادي خالص ونبدا نشوف الاسئله اللي جايه لنا ايه ونبدا نراجع. ماشي؟ 0 14 اللي بعده 37 حسب السيكونس اللي فوق. اللي بعده 65 اللي بعده 7 53 دي اللي استنى لسه هقول لك من شويه. ماشي كده يا شباب؟ ها بس نعمل حسابها برضه. ماشي؟ ايه كمان؟ ها 98 122 124 183 لحد الاند. يعني المفروض يكون في سلندرز ثانيه بس دول اللي ايه؟ اللي الهيد اتحركوا فيهم. صح ولا يا شباب؟ احنا غالبا ماكسيموم بنعتبر ان هم كام سلندر 200 مثلا. خلاص يا شباب؟ طيب ال 53 دي بقى ظهرت منين؟ ها؟ ما هو فاكر يقول لي الهيد واقف فين؟ فانا عايز اعرف الهيد اتحرك منين؟ صح؟ عشان كده كنت جايه هنا وقمت قايله ايه؟ 53 اهي. طب 53 بطريقه الفيرست كام فيرست سيرفيس اول حاجه في الكيو كام؟ شوفوا كده 98 اهي. اتحرك من هنا وانا واقف عند 93 هتحرك لفين؟ 100 كام؟ 183 وانا عند 180 هتحرك لفين؟ 37
فين؟ هنتحرك من فين؟ 122 اهي، وانا عند ال 22 هتحرك عند ال 14، وانا عند ال 14 هتحرك لل 24، وانا عند ال 20 هروح فين؟ 65، وانا عند ال 65 هتحرك اروح فين؟ 60. كده يبقى انا ماشيه 20 ازاي؟ صح يا شباب ولا ايه؟ في طريقه فيرست سيرفيس. طيب الحركات دي ازاي؟ الستارت 53 راحت 98 راحت 83، 133 ل 37، 37 في واحد ثاني، في واحد ثاني، في واحد ثاني. تمام خلاص يا شباب، ال 183 راحت لل 37، ال 37 بعد كده اتحركت لل 122، رجعت البيت اتنقلت من السلندر 122 للسلندر 14، كل ده طبعا بتتحرك عشان تعمل ايه؟ لاقي بريد، لاقي بريد، صح؟ عمليه اتحرق او اخراج. قمنا قلنا 14 124 وبعد كده 65 وبعد كده 67. طيب هو بيطلب منك في السؤال، بيطلب منك التوتال هيد موفمنت. بحسبها ازاي؟ بمسك كل سهم من دول بشوف الرقم الكبير فيه كام، اطرحه من مين؟ من الصغير، واجمع جمع تراكمي. عشان كده تلاقي هنا 98 ناقص كام؟ عشان كده لازم اقول لك الهيد واقف فين؟ صح كده يا شباب؟ بعد كده بعمل ايه بقى؟ 183 ناقص 98 السهم الثاني، صح كده ولا ايه؟ وهكذا جمع تراكمي. يبقى هو اتحرك على كام سلندر عندي؟ 640. وصلت يا شباب؟ خلاص؟ طب دي طريقه الفيرست كام فيرست سيرفيس. ثاني طريقه اسمها شورت سيف تايم فيرست. اس تي معناها اس اي كي، اي كي هي سيف تايم، يعني سيف تايم حرب. كان كده شورت سيف تايم فيرست. طيب دي طريقه سيرفيس زي ريكوست كلوز تو ذا كارنت هيد بوزيشن، بمعنى هشوف الهيد واقفه فين وابدا اشوف مين اللي اقرب ليها، اللي جنبي ناحيه دي ولا اللي جنبي ناحيه دي، وحسب الاقرب اتحرك ليه. خلاص؟ طيب before moving the head for a way to service other request. ماشي، مميزاتها ان هي افضل طبعا من طريق الفيرست كام فيرست سيرفيس، صح كده؟ لان الحركه مش كل شويه رايح، يعني زي مثلا ايه، انا عايز اطلب ابعت الباشمهندس لاخر مبنى الكليه خالص للدعم، بتلاقي مثلا اشوف هو يشوف اقرب حاجه للخدمه يجيبني منها وخلاص. وصلت يا شباب؟ طيب العيب بتاعها ايه بقى؟ بيقول لك بتعاني من الاستارفيشن. ليه؟ لان كده معناه ممكن يجي عمليات بس بعيده عنها، مش هتوصلها غير انت بقى في الاخر خالص، يعني في فرصه ريكوست طلبات هتتاخر ايه؟ كتير. خلاص؟ خدنا كلمه السبسكريبشن قبل كده فين؟ في البريورتي، لما كان في عمليات لها بريورتي كبيره بتفضل كتير على البروسيسور يوصلها. نفس الحكايه هنا، اللي مش هتتحرك مثل الطلب الريكوست ده، ليه؟ عشان هو دايما مش قريب من من البيت. خلاص كده يا شباب؟ طيب هنا نفس المثال اللي فات اهو، حد يقول لي بقى الحركه هتمشي ازاي؟ نفس المثال اهو، يعني ايه؟ اول حاجه الصبح يقف عند الكام؟ عند 53، يقوم يترحم من مين؟ من 65، ويترحم من مين كمان؟ من 37، ويشوف هي انهي المسافه الاقل فيتحرك لها اهو. طيب دلوقتي هو واقف عند كام؟ 65، هيطلع 65 من كام؟ 67، ومين كمان؟ 65، 63 ولا 37؟ 37، ان الريكوست بتاعها اتقضى ده خلاص ما عادش يبص له. يطرح من الاثنين دول انهي الاقرب؟ وهو واقف عند 67 هيطرح المسافه ما بين 67 و 100 و 98 اسفل و 37 اقرب لمين؟ وهو عند 37 يطرح من ال 14 و 98 اقرب لمين؟ يا عم ال 14 في حاجه اصلا في الريكوست اللي قبليه؟ مفيش، فطبيعي مفيش غير نقطه واحده 98 فيروح لها. وهو عند 98 في حاجه لسه في الجانب ده اصلا،
لسه الريفرس بتاعها ما تبداش كله اتنفخ، يبدا بقى يعمل ايه؟ يمشي بقى للاقرب فالاقرب فالاقرب. طب لو في اتنين بيساووا بعض، هل بيبص اللي بعدهم ولا ازاي يساووا بعض؟ يعني الفرق بين واحد في نص ده وده نفس الرقم. لا على حسب بقى اللي هو بادئ الستارت نتك فين؟ وقصدي هو ماشي في الاتجاه اللي هو ايه؟ تبع الستارت نت. يعني الستارت نت لو قبليه، لو قبل اول طلب عندي هنا يبقى ايه؟ يبقى هو كان جاي كده. طب لو بعديه يبقى ماشي كده. خلاص يا شباب؟ المساله دي فيها مشكله؟ طب تعالوا نشوف حسب المومنت ازاي؟ برضه طرح كل حاجه ايه؟ طب حد عنده اقتراح تاني لحساب المومنت التوتال مومنت هيد بشكل سريع؟ وخلاص معاك القاعده، خد كل سهم اطرح النهايه على البدايه وجمع جمع تراكمي. هل في حاجه تانيه ممكن تديني نفس النتيجه؟ اطرح كل اللي كده وكل اللي ايوه هي دي. باشمهندس جمع صح. بص بقى ممكن تقول ايه؟ وده الصح اللي انا عايزاه اسمع اوصل له. مش في اسهم جايه تحت بعضها كده؟ في اسهم جايه ورا بعضها كده؟ اللي ورا بعضهم اعتبرهم خط واحد. ديت نقطة بداية وديت نهاية، واطرح مني دي. اللي جايين كده خط واحد، دي بداية ودي نهاية، اطرحهم من بعض. واعمل جمع تراكمي هتديك نفس النتيجة. بص يا شباب، يعني بمعنى أصح السهمين اللي فوق هاخدهم مع بعض، السهمين اللي تحتيهم مع بعض، الأربع أسهم اللي في الآخر مع بعض، نقطة البداية بتاعت أول سهم ونقطة النهاية بتاعت آخر سنة. خلاص شباب؟ طيب لو قلنا عدد السلندر كام؟ 236 مقارنة بالطريقة اللي فاتت كان 640 تقريبا. صح؟ يعني الشورت سيت فاين فيرست أسرع. صح ولا إيه شباب؟ تمام؟ طيب. بس عرفنا إن زي ما لها مميزات ليها عيوب. صح كده؟ طيب تاني طريقة إيه بقى؟ أو باشمهندس كنت بتسأل هو قايل لي يقف عند كام؟ عند 53 وبرايفسي دي بقى فين؟ في السكان ماشي؟ يعني كده لازم يقول لي قبلها هتقف فين؟ عشان اعرف الدايركشن مظبوط يا شباب؟ تمام؟ فقريت السكان يعمل ايه؟ قال لي الديسك ارم ستارتس ات وان اند اوف ذا ديسك اند موف توورد ذا اذر اند. حد عارف يعني الكلمه دي؟ يعني الهيد جاي من اتجاه لو سي مثلا جاي من الاتجاه ده فهيمشي لحد ما يوصل للاخر خالص ويرجع ايه؟ يقوم خابط في الدايركشن الثاني خلاص كده؟ سيركل ريكوست انتل ات جيتس تو ذا اذر ايه؟ اوف ذا ليست سام تايمز يكون ايه بقى؟ الليفيتور الجوريزم ليه؟ عشان هو بيمشي في دايركشن واحد لحد ما يكمل ويرجع مره ثانيه. طيب ممكن بقى تديني اكزامبل على الكلام عشان افهم اهو نفس المثال اللي فات يعني انا بطبق لك الطرق كلها على نفس المثال ماشي بس انا اتفقت معاك ان انا هعتبر ان الماكسيمم نمبر للسلندرز عندي كام؟ 200 عشان كده بدات من زيرو كام؟ 100 في طريقه الفيرست كام فيرست سيرفيس الشورت ستيك فاين فيرست هيفرق معايا ان اوصل للاند لكن في الاسكان هتفرق انها توصل للاند صح ولا ايه؟ شوفوا بقى انا نفس الخط اهو وواقف عند الكام بقى؟ طب كان برايفسي كان فين؟ 77 طب 77 ده يعني كان هنا واتنقل للستارت ولا العكس؟ يعني مش كده يبقى من عند الستارت يكمل كده وبعد كده يجي في العكس اهو خلاص لحد الاخر تمام يا شباب؟ خلاص؟ طيب هنحسب بقى الموفمنت ازاي؟ شوفوا عمل ايه؟ خد كل الاتجاه ده مع بعض طرح كام من كام؟ 53 ناقص 0 زائد ها؟ 0 من 180 بقت 183 ناقص 0 بص يا شباب؟ خلاص؟ طريقة الاسكان غالبا بتدي نفس كل مين؟ السيك الشورت سيك تايم فريز تمام؟ طيب طريقة الاسكان عليها زي ما قلت لك ان هي تخبط كده وترجع ايه؟ تخبط في اتجاه تاني في اتجاه برضه. السي سكان بقى قال لي السي سكان ديسك على المستوى ات وان اند اوف ذا ديسك اند موف توورد ذا
طيب ممكن بقى نشوف بتتعمل ازاي اهو نفس المثال اللي فات بس المره دي بقى هو عند 53 خلي بالك وكان جاي منين؟ 41 يبقى هيمشي كده ولا كده؟ العكس شو بقى هيفضل ماشي لحد ما يقرب ده مبدا الاسكان ويقوم راجع خط الخط المنقط ده عن خط وهمي مش رجوع للبيت فعلا كده خط وهمي يعني ايه؟ يعني ما رجعش يخدم حاجه وهو ماشي لو رجع ايه؟ مشوار في الفاضي عشان يعمل ايه؟ يبدا من عند الزيرو يخدم بايه؟ السيكونس عندي يبقى مش كام دايركشن واحد بس وصلت؟ عشان كده قال لك ايه؟ 199 ناقص 53 زائد 37 ناقص 0 وده حقق لي كام هنا الراديو سلندر؟ يبقى اقل ولا اكتر؟ وانا عايز طبعا في التوتال هيد موفمنت بقى تقل صح ولا ايه يا باشمهندس؟ ما هو خد بالك هي ايه بالظبط؟ الهيد ماشيه بطريقه كده التوتال هي ماشيه بتخدم تمام كده وترجع في نفس الدايركشن تخدم مره ثانيه بدل ما تروح في طريقه الكريست باكر السيرفيس كل شويه تروح تيجي تروح تيجي وهكذا. طبعا حسب الالجوريزم اللي الاوبريتنج سيستم بيتم العلم بيه انا الالجوريزم اللي يتم اتباعه بيبدا طبعا الهيد على التست تتحرك ايه. في بقى طريقه ثانيه اسمها السي لوك والسي لوك ديت يا باشمهندسين قال لي طبعا بتحل مشكله برضه مين؟ السي سكان ان السي سكان لازم تقبض على مين؟ الزيرو و199 رغم ان الزيرو و199 الاثنين مالهم؟ ما هماش اصلا معاك في السيكونس. وصل يا شباب؟ فالسي لوك بقى ماشيه بنفس مبدا السي سكان بس ما بتقبضش للاخر. يعني بتقبض عند 53 واقفه قبلها عند 38 وجايه 53 يبقى اكيد مكمله صح؟ اهي شوفها بتكمل لحد فين؟ رجعت منين؟ يبقى اصبح ان انا خدمت الريكوست بتاعتي بس ما مشيتش مسافات او عملت موفمنت للبيت في الفاضي صح ولا ايه؟ عشان كده هتلاقي بص تلاقي عندي السلندر عندي بقى كام؟ طبعا ما كنتش بركز معاك في حسابات الموفمنت عشان انت حصلت ده فاهمينها ولا قلنا؟ خلاص؟ هي دي طرق الاستيك على فكره الاستيك طرق بسيطه ومسائلها بتبقى لذيذه خالص يعني. الموضوع بسيط فيها ان شاء الله. تمام؟ اتفضل. السلندر 183 للسلندر 199 مين؟ قلت لك السلندر 183 ل 199 استنى 183 لمين بقى؟ 199 ما هي السيس كان السي لوك كان هو بيعالج مشكلة السيس كان مش فينا ما عادش السيس كان لا طريقة السيس كان بص انا مسألة السيس كان اللي فاتت كانت كده طب احنا بنقول بقى عيب الاسكان او السيس كان الاثنين عيبهم ايه؟ ان هم دايما بيروحوا لحد الايه بتاع السلندر سواء الزيرو في المساله اللي فاتت او اللي هي 199 هل الزيرو او 199 معايا في السيكونس اللي فوق؟ اروح ليه؟ فالسيس كان يعني اسمها حتى ايه نظره للامام يعني ايه؟ انا ببص للريكوست بس فمش مش هخبط وخلاص لا هل ده السيكونس اللي عندي؟ لو والله لو كان عنده السيكونس اللي فوق كان حلو في الاعتبار لكن هو مش عنده السيكونس فوق فما خدش لا الزيرو ولا ال 199 في الاعتبار. هو اللي هي عشان قلت لكم حاجه المره اللي فاتت اللي فاتت المحاضره اللي فاتت حاجه كده اصلا السلندر بتاع البلاك ده ماله بيلف ودايما الهيد هي اللي بتتحرك وصلت؟ تمام؟ بتاع المحاضره اللي فاتت رجع بس الفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت لان شرحها بالتفصيل معاك. خلاص شباب حد عنده اي سؤال في طول الاستيكولين نكمل بقى بقيه الديسك عشان النهارده اخر حاجه في الديسك خالص المره الجايه ان شاء الله هناخد مع بعض الفايل سيستم مانجمنت ماشي تمام او انت بقى عماله تحكي لنا سيكتور وقلب ديسك عشان تكونوا عارفين بس ده الاستراكشر اللي هيبقى فيه شكل الهارد ديسك اللي كنتوا مراكم المحاضره اللي فاتت اللي هو بتاع في البدايه بتاعت المحاضره دي اهو اهو كده انا اقول لكم ده هارد ديسك صح كده؟ طب في من جوه بقى المكونات بتاعت شكلها ايه؟ بالشكل اللي انا جايبه لك ده اهو ده كان كده استراكشر بيوضح لك الديزاين بتاع الديسك
كمان ازاي الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع الاجزاء اللي انا مقسمها على الديسك دي، مش اكيد ده عملي؟ طب الاوبريتنج سيستم بينظم العمليه ازاي؟ قال لك الاوبريتنج سيستم في الواقع بينظم عمليه تخزين بيانات او استرجاع بيانات من الديسك من خلال حاجه اسمها الفايل اللوكيشن تيبل. خلاص؟ في حاجه اسمها فايل، اسمها حتى فايل اللوكيشن تيبل يعني ايه؟ ملف فيه جدول التسكين، صح؟ جدول التسكين ده اللي هو ايه؟ يعني ايه تسكين برضه اللي مش فاهمه؟ ما هو في الواقع احنا مش عارفين، اصل الاوبريتنج سيستم معتبر عنده ان الديسك عباره متقسم عن شويه بلوكات بالشكل اللي هو بالشكل اللي هو. فالاوبريتنج سيستم بيو فور ذا ديسك، الاوبريتنج سيستم شايف الديسك ده كله عباره عن ايه؟ شوية بلوكات، وعاطيله اندكس اهو رقم. الاندكس ده اسمه بلوك ايه؟ نمبر. البلوك ده بقى بيعمل عشان يسكره جوه ايه؟ سيكتور. فلازم عشان يسكره بيعمل عملية ماجن، يعرف يوصل لسيكتور معين مناسب يخزن جواه البلوك ده. طب عملية المابنج دي بتحصل ازاي؟ قال لي يعني انت مثلا يعني فور اكزامبل عندك ملفين، في الملف الاولاني متخزن في البلوك 5 و9، والملف الثاني دي دوت دي او سي اكس متخزن في البلوك كام؟ 8. بلوك دي يبقى عند الاوبريتنج سيستم ولا جوه الديسك؟ عند الاوبريتنج سيستم. يقول لك عشان يخزنه جوه الديسك بقى، يقول لك ايه؟ يبقى الاي دوت بي ام دي هينظموا ايه بقى؟ سيكتور واحد ولا مجموعه سيكتورز؟ ها؟ على حسب السايز بتاع الملف، صح ولا ايه؟ اتفقنا ان السيكتور اصلا رقم التخزين فين؟ في الديسك. بتاخد مني كام بايت؟ 512. احنا هنشوف والله البلوك ده متقسم قد ايه؟ وبناء عليه نشوف حجم الملف اللي جاي هياخد عندي كام سيكتور. صح ولا ايه يا شباب؟ طب تخزين بقى السيكتور ده اهو اللي انا حطاه في البلوك، يعني البلوك ده عايز احطه جوه سيكتور. يحصل ايه؟ انا في الاوبريتنج سيستم بيبقى فاتح في الميموري حاجه اسمها فايل اللوكيشن تيبل، نسخه منها يعني الاصل عندي. نسخة ليه؟ عشان يعرف عملية المابنج اللي بتحصل دي. طب ومن المابنج؟ قال لك والله في هنا عندي اهو في ريكوست للبلوك نمبر بيروح للادرس مابنج عشان يعرف السيكتورز ادرس اللي عندي. طب والسيكتور ادرس اللي عايز يوصله ده بيبقى عندي حاجة اسمها الديسك كيو. في كيو جوه الديسك بيحط له فيها الادرس بتاع السيكتور اللي انا عايزاها. طب ايه اللي يحصل بقى عشان عايز اوصل لسيكتور؟ احنا بقى السيكتورز دي عايز اوصل لكل سيكتور فيهم. اوصله ازاي؟ قال لك ما خد بالك اصلا ان في ديسك كنترولر. يعني ايه كنترولر؟ ها؟ متحكم، ده هو اصلا كنترولر. صح؟ كنترولر ده اللي هو بيتحكم في الارض. خدت بالك هو شفت قشطه الاوبريتنج سيستم بيدي الاوردر ازاي؟ يعني من الاخر لازم دي عايزه تفهميه ان الاوبريتنج سيستم عنده ماب، الماب دي جواها جدول في الملف متخزن في كام بلوك، يروح يشوف انهي سيكتور مناسب يبدا يدي الاوردر للكنترولر، يقوم الكنترولر يحرك الارم ويحلل لازم تتحرك السيكتور ده. هو ده اللي حصل. شفت شباب؟ هو مناسب على اساس ايه؟ ايه ده؟ مناسب على اساس ايه؟ يعني ايه حته السيكتور مناسب على اساس ايه؟ لا ما على حسب، بس لو انا عايز اوصل لبيان معين فانا عارفه ان هو متخزن عندي في البلوك مثلا سي زيرو زي ما هو هنا اهو. زيرو اللي هو 5 و 9 دول البلوكين. فانا عارفه في الفايل اللوكيشن تيبل اللي هينظم فين؟ ده لو انا عايز اقرا الملف كله هينظم فين؟ السيكتورز رقم كذا. يبقى انا عايز السيكتورز ده عشان اعرف اقرا منه. طب لو عايز احزن بقى السيكتور طبيعي هيدور على السيكتورز اللي ايه؟ اللي فاضيه. صح ولا ايه يا شباب؟ فلا على حسب انا عايز اعمل ليج ولا رايت. وصلت يا شباب؟ خلاص؟ تمام كده؟ بعد كده اهو الديسك كنترولر، خلي بالك واحد مش بيقول لك ايه؟ الديسك كنترولر بيحرك الهيد بقى، حركه الهيد بناء على ايه؟ روح كده لفوق. حسب طرق السكيلر اللي انا قلتها. فهمت بس من جوه بقى الدنيا ماشيه ازاي في الديسك؟ وصلت يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ تمام؟ شويه ديفينيشنز صغيره على الكلام ده بس. بيقول لي بقى طب انت من وجهه نظرك كده، اتخذت كذا طريقه للسكيلر. انهي طريقه تناسب السيستمز اللي قدامي؟ قال لك والله لو انت عندك لو لود سيستم، السيستم اصلا بطيء يعني هيحمله حد ببطء مش فارق معايا، في الحاله دي
مش فارق معايا بقى الموفمنت اسرع ولا ابطا بقى. تمام. تاني حاجه، لو انت عايز الجلد يكون سريع، لو السيستم بتاعك عايز الجلد يكون سريع، في الحاله دي هضطر ان اخد مين؟ شورت سيت تايم فيرست. انا بس خدي بالك بقى من حاجه، ان الشورت سيت تايم فيرست والسيستم والسي لوك الاثنين دول هم دايما اللي باي ديفولت بيتم ايه؟ اختيار. يعني اي حد رايح يعمل سيستم وهيديزاين الديسك ازاي الالجوريزم اللي هيتم عليه غالبا هي اللي بتنفذ الاثنين دول، حاجه من الاثنين دول. طب بالنسبه بقى للسكان والسي سكان، قال لك والله هما كويسين لو الهاي لود سيستم، ما كويسين بس في نفس الوقت كمان بيكونوا اقل ايه؟ استرفيشن، فدي ميزه صح؟ يعني هما بيناسبوا السيستمز اللي بيكون ايه؟ اللود بتاعها عايزاه يكون عالي وفي نفس الوقت كمان بتكون اقل. حد تاني عن استرفيشن؟ حركه مين؟ البيت. طيب في بقى مودرن ايه؟ مودرن اوبريتنج سيستم. في الحاله دي بقى يا باشمهندسين بيبداوا يدوا ايه؟ بريورتي. وديت احنا ما دخلناش فيها في الكورس بتاعنا. شوفوا شباب؟ طيب تمام. ايه كمان؟ قال لي شفت قلت كنت بتشرح الرسمه اللي فاتت ان بيحصل ما بين البلوك للسيكتور. البلوك ده عند مين؟ اوبريتنج سيستم. بيعمل مابنج عشان يروح لمين؟ للسيكتور. السيكتور ده موجود فين؟ في الديسك. اه. قال لي لو انت عندك بقى البلوك بالشكل ده وعايزه تعملي مابنج لسيكتور معين، بتوصل للسيكتور من خلال ده الطبيعي اصلا، لازم اوصل لايه؟ هو فين؟ في اي سلندر صح؟ واي سلندر يا باشمهندسين هي سلندر نمبر يعني، تمام؟ عايز اوصل بقى في اي تراك، يعني في تراك فوق تحت، اي تراك بالظبط في السلندر دي؟ وبعد كده كمان عايز اوصل بقى على التراك ده في اي سيكتور؟ صح ولا ايه يا شباب؟ فاهمينها ولا؟ تمام؟ على التراك؟ خلاص؟ طيب فعشان كده قال لي از اوبريتنج سيستم كونسيدر ذا ديسك از اري. يعني خلي بالك ان الاوبريتنج سيستم ده معتبر الديسك عباره عن ايه؟ عن اري مصفوفه. المصفوفه دي متقسمه بلوكات صح؟ والبلوك ده يا باشمهندسين هو اصغر واحده عندي بالنسبه للاوبريتنج سيستم صح؟ فقال لك هنا بقى ات اسك تو، هو بيسال عشان ينقل ات ليست وان بلوك. هو دايما بيسال عشان عايز يخزن ايه؟ على الاقل ايه؟ بلوك واحد في الديسك. تمام كده؟ فبالتالي يعتبر البلوك هو اصغر وحده ترانسفير. في فرق ما بين حاجتين، اصغر وحده نقل واصغر وحده ترسيل. اصغر وحده ترانسفير من قبل الاوبريتنج سيستم، اصغر وحده تخزين طب نقل من الاوبريتنج سيستم، اصغر وحده تخزين عند مين؟ في السيكتور اللي عند الديسك. وصلت يا شباب؟ تمام؟ طيب فقال لي هنا بقى خدي بالك ان الوحده بتاعت البلوك ديت بتاخد عندك ايه بقى؟ بتاخد عندك حوالي 4 كيلو بايت ل 16 كيلو بايت. طبعا بتدور لها على سيكتور او مجموعه سيكتورز تناسب البلوك بتاعي عشان تتخزن. فقال لي لاحظ ان السيكتور از سمولست ستورج يونت ذات از ادريسابل باي ا هارد درايف. اصغر وحده تخزين عندي. طيب سؤال ليكم برضو، مين اللي بعتبره لوجيكال ادرس ومين اللي فيزيكال ادرس؟ يعني ايه لوجيكال؟ يعني لسه كده الاول لوجيكال يعني ايه؟ خيالي او منطقي مش واقعي. فيزيكال لا، ارض الواقع على الديسك صح؟ فانت من وجهه نظرك انا ادرس في الاثنين اللي لوجيكال، البلوك ولا السيكتور؟ صح؟ طب انا بقى الفيزيكال؟ طب سؤال تاني يا روبرت، المفروض عندي هنا السيكتور زيرو، مين السيكتور زيرو على الديسك كام؟ كرابل المكتوب؟ سيكتور زيرو، إز ذا فيرست سيكتور أوف ذا فيرست تاج، أوف ذا إيه بقى؟ يعني إيه أوف مصر سلندر؟ السلندر اللي في الآخر خالص سيكتور زيرو ده من عندك. وخدوا بالكم ان التسكين بيتم ازاي؟ بيتم من بره لجوه. بيمشي السيكتور من اول سيكتور زيرو، يمشي على التراك
حد ما يخلصها يرجع يدخل يمين للي جوه. وصلت كده؟ يبقى تاني العنوان العناوين ادرس جوه الديسك، من جوه لبره ومن بره لجوه، من بره لجوه. طب ممكن بقى اوضحها عشان انا مش فاهم؟ اهو دي اللي هتوضح لك الدنيا كلها. بقول لك انا الديسك، الباشمهندس اللي كان بيقول ازاي النت بيقرا الديسك اهوت، ليه عمود في النص، دي دول بيلفوا حواليه فيبدا النت يتحرك لجوه او بره. وصلت؟ طب هنا بقى عايز اوضح لك ايه؟ عايز اوضح لك اقول يا ترى البلوك بيتسكن على سيكتور او اكتر ازاي؟ يعني سين مثلا البلوك زيرو، شوف هيتسكن فين؟ ده سيكتور زيرو. طب البلوك واحد بعدين بلوك اثنين خلصنا التراك يعمل ايه؟ ها؟ للي بره الاول شوفوا سلندر وسلندر، صح ولا كلام غلط؟ ماشي بيخزن سلندر سلندر ولا لا؟ مش دي كلهم كده سلندر؟ ها؟ يبقى ليه الاول التراكات اللي جوه السلندر اللي بره، وبعد كده يتنقل التراكات اللي جوه السلندر اللي جوه، خلي جوه خلي جوه. يبقى التخزين بيمشي ازاي؟ من بره لجوه وحسب السلندر، يعني السلندر كامل اتنقل ونرجع نكمل السلندر اللي عليها الدور. بيقول لك خدي بالك ان في مشكله كبيره هتقابلك عشان تعملي مابنج، يعني انت عايز تقولي ان في مابنج وفي الاخر تقولي في مشكله هتقابلك لما تعمل مابنج ان البلوك سيكتور. وجهه نظركم ايه؟ مشاكل؟ هل في مشكله ممكن تحصل في الديسك يوم المابنج عندي؟ مش مابنج ده عن ايه؟ زي المترجم ده عاطي عنوان سي مثلا عنوان زيرو بس مش حقيقي. عنوان زيرو ده اتسكن جوه السيكتور رقم خمسه. تمام؟ أنا عايز أعرف بقى دلوقتي، إيه اللي هيحصل مشكلة؟ قال لي هو المشكلة اللي هتحصل إن أنت ما بتضمنيش إن كل السيكتورز سليمة. مش ممكن يحصل باد في أي سيكتور؟ طب هتروح تخزن بياناتك على سيكتور بايظة؟ يبقى أنت خزنت حاجة؟ تمام؟ طيب دي حاجة، الحاجة التانية كمان. Number of sectors per track is not constant in many cases. دكتورة لا بقى، أنت قلت لي المحاضرة اللي فاتت إن التراكات متقسمة سيكتورز. واعتبرناها فيكسد في كل التراكات. ما تجيش تغيرها، اقول لك هو في الواقع اللي انا بقوله لك ده الحاله الجرائيه، بس في الواقع اللي حصل ايه؟ ان في ده وفي ده. طب ممكن تورينا شكلها؟ اهو. اللي الناحيه دي تراكات متقسمه نفس السيكتورز ولا لا؟ طب اللي هي؟ لا. طب هل في اختلافات؟ يعني هل دي لها مميزات ولا عيوب وهكذا؟ يوتيلايزيشن وات سيمبل ادرس مابنج، يعني انا بسهوله ممكن اعمل ادرس مابنج دي، بس هل استغليت مساحه الديسك باقصى قدر ممكن؟ لا. طب الطريقه الثانيه ده بالعكس، انا كده بستغل الديسك باقصى قدر ممكن بايه؟ زي بالظبط ايه؟ انا بقول مثلا شويه الكراسي اللي في القاعه دول انا هحطهم بشكل فيكسد ورا بعضهم. قلت لك لما اقول ايه؟ لا، انا استغل المساحه اللي موجوده وكل مكان فاضي احط فيه شويه. ما انت استغليت المساحه باقصى قدر ممكن. هو هي ما خلاش السيكتورز ثابته، ما نفترض ان في بلاقي مش هحتاج السيكتور ده كله، اسيب له فيه خيارات ليه او مساحات مش مستغله، فبالتالي خلى السايز بتاع السيكتورز مش ثابت عندي جوه التراكات. طيب بيقول لي بقى يعني ايه ديسك فورماتنج؟ حد عارف يعني ايه كلمه فورماتنج؟ ان انا عايزه ايه؟ طيب لا، ما هو هنا معناها ان انا عايزه كمان زي اقسمه كده او اظبطه، فاهمني ازاي؟ فقال لي هنا عندك ثلاث طرق، قال لي الاول ديسك فورماتنج از ذا بروسس اوف ايه بقى؟ بريفيل، مش كلمه فورماتنج اللي احنا هنقولها فورمات. لا، فورماتنج جاي من فورمات، فورمات اللي هو ايه؟ هيكله، بناء. فالديسك يعني ايه؟ كونستراكشن، يعني بناء الديسك. هيكله ازاي او هنظمه ازاي؟ قال لي في عندك ثلاث طرق. تمام كده؟ قال لي الاول بريفيرنج دي داتا ستورج ديفايس such as a hard disk drive for initial use. فالديسك اوف فورماتنج بروسيد ان 3 سيكويشنال ستيب. بيمشي بتاع ستيبس سلاسلين اللي هو ايه بقى؟ لو ليفل فورماتنج اند هي بيزك ميديم بريش والبارتيشن والبارتيشننج تو لوجيكال درايفز والهاي ليفل فورماتنج كرييتنج فايل سيستم. وكرييتنج فايل سيستم ده مثال قلنا شويه الفايل ايه؟ اللوكيشن تيبل. خلاص كده؟ في بقى كذا فايل اصلا عندي
زي الفات وكم اسم كده يعني هنقوله دلوقتي. طب اللودنج الفورماتنج بيتم ازاي؟ قال اللودنج الفورماتنج دي طريقه فيزيكال بتقسم الديسك لمجموعه سيكتورز. طيب الديسك كنترولر هو اللي بيقدر يقرا السيكتور دي ولا لا؟ تمام؟ طب السيكتور ده عباره عن ايه؟ احنا ساعتها عملنا السيكتور عباره عن بيانات صح؟ قال لك في الواقع السيكتور ثلاث اجزاء عباره عن ايه؟ الداتا ده الاساس 512 بايت. امال ايه الميرور والكريدر؟ دلوقتي الرقص والسير لازمتهم ايه بقى؟ ده معناه لازمتها ايه وده لازمتها ايه؟ الميرور بيمكنني من القراءه والكتابه من والى السكتر. امال بقى ازاي في ايه؟ اشاره بتوضح لي يا ترى السكتر ده سليم ولا ايه؟ ولا باظ؟ يا ترى هو جود ولا باد؟ خلاص كده يا شباب؟ طيب التكوين ده شكله ايه؟ هو السيكتور برضه انا مش فاهم هو ايه؟ السيرفيس كامله. قال لك السيرفيس متقسمه شويه تراكات وشويه سيكتورز صح؟ وفي طبعا عندي انتر جاب ما بين التراكات والسيكتورز صح مش كده؟ طب ممكن نعمل سناب شوت كده بس على سيكتور واحد؟ اه عباره عن ايه؟ الهيدر والتريلر وفي النص ايه؟ الداتا عندي. طب مش كده يا شباب؟ طيب دي كده بالنسبه لايه؟ لاول حاجه احنا قلناها. دي برضه عندها ايه؟ مثال تاني توضيحي فقط. تاني حاجه وتالت حاجه الاثنين موجودين في نفس السلايد اللي هي الديسك بارتيشننج والهاي ليفل فورماتنج. ديسك بارتيشننج قال ان السلايد السلندرز احنا بنعمل لها ايه؟ تقسيمه. طب بتقسمها لايه؟ لجروب او اكتر من ايه؟ من جروب عشان يسهل الاوبريتنج سيستم ان هو يقدر يدخل لمين؟ للسلندرز. طيب الهاي ليفل فورماتنج قال لك لا الدخول والخروج للديسك من خلال ايه؟ فايل زي الفايل اللوكيشن تيبل اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه. وفي كذا نوع اللي هو الفات والان في اس. وكنت حابه ان انا اديكم ريبورت بس بلاش لما نسلم بس الريبورتات القديمه. كنت اقول لكم عايزين نعمل سيرش اصلا عن الفايل سيستم عندي اللي انا بتابعها يعني. خلاص كده يا شباب؟ مفيش ريبورت غير هاي لو خلاص؟ طيب بعد كده بقى اخر حاجه في المحاضره اصلا يعني خلاص بيقول لي طب ممكن بس توضحي لي الانبوت اوتبوت ديفايس علشان يتوصلوا بالكمبيوتر موبايل والسي بي يو بيكون شكلها ايه؟ توصلتهم ازاي؟ قال لك انت عندك السي بي يو والموبايل ومجموعه الديفايسز دايما بيتصلوا من خلال قناه اتصال على بعض الشبكات. قناه الاتصال اسمها هنا اسمها باص تو باص يعني لها اتصال على فكره وصلت مع بعضها. في مجموعة أجهزة توصلها بشكل نجمة اسمها ستار. دول متوصلين عن طريق ايه؟ خط واحد فمسميينه باص. بس كل جهاز من الأجهزة بتاعت الانبوت اوتبوت نلاحظ إن لها كنترولر. هو ده الهدف من ايه؟ من الرسمة اللي قدامي دي. لأن خد بالك التوصيلات بتتم عن طريق حاجتين من الآخر. أول طريقة اللوجيكال كمبيوتر ستراكشر الطريقة المبدئية إن أنا عندي باص واحدة ومتوصل عندي هنا أهو سي بي يو والمول المونيتور كير البورد الفلوبي ديسك الهارد ديسك كل واحده فيهم كانبوت اوتبوت ديفايس متوصله من خلال ايه؟ كنترولر. قال لك لا في بقى في الادفانسد ظهر ان ممكن تلاقي باص جوه باص بالشكل اللي قدامي ده. في عندي بس يا شباب هتلاقي باص جوه باص. الباص الرئيسيه مثلا تمام كده من تحت عندي ايه؟ تلاقي مثلا الاي اس اي بريدج موصله لباص ثانيه تمام كده. فدي توصيلات لبعضها عشان تسهل او توسع ايه؟ ان يبقى متاح ان انا اوصل باكثر من ديفايس عندي ومفهوم صغير اسمه الانتربت. حد عارف يعني ايه انتربت؟ انتربت معناه زي ما هو بيقول لي كده مثال انتربت للانبوت اوتبوت زي ما انا ماسكه المايك اهو تمسك المايك وبتتكلم فيه. المفروض المايك ده مش فيه ساوند كارد عندها كاش ميموري تستخدم من الحاجات دي. نفترض ان حصل لها مشكله يبقى فين الرابط هيروح لمين؟ للسي بي يو. يقول السي بي يو يعمل ايه؟ ها يبدا يشوف يدور على عمليه ثانيه لحد ما الانترابت ده ايه؟ يروح. بس يا شباب دي نهايه المحاضره بالنسبه بقى للامتحان. تمام الامتحان ان شاء الله هيجي لحد المحاضره دي. خلاص كده المحاضرة الجاية مش هتبقى معانا فايل سيستم هديه لكم عشان زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا كنا عايزين ايه؟ ناخد اقصى قدر ممكن من الكورس ده.
بعمل فايل سيستم باذن الله. حابه ان انا اديك محاضره ولا اتنين كده برضه في الميموري مانجمنت عشان ده كورس مهم جدا على فكره يعني. خلاص الامتحان هيجي شكله ايه؟ الامتحان ان شاء الله نهتم بالنظر للمسائل، حل المسائل ايه ده؟ ما تعتمدش ان انت تسمع او تقرا الحل فقط. حل المساله بايدك ده هيسهل عليك الامتحان، زمن الامتحان ساعه. خلاص الامتحان هيجي لك في الغالب هيكون اربع ورقات، يعني ورقتين مش ضامنين. خلاص مواد اس كيو فطبيعي جاي حجمه كبير يعني. خلاص هتلاقي طبعا في مسائل على كل اشكال المسائل اللي احنا اخدناها هتلاقي منها، فنذاكر كويس المسائل. طيب النظري برضه هيجي بالشكل اللي احنا قلناه. طب انا برضه خايف ومش عارف وعايز استند ابص عليه حتى لو مش هتجيبوا لي في الامتحان، هقول لكم ارفعوا لكم النهارده على الميس. خلاص سامح الشكل يعني بقول لك خد بالك هيجي لك الامتحان بالشكل ده. واضح يا شباب؟ بس مش هيجي من الامتحان، خليك واقفه معايا. الاسئله اللي اديتها لك هيجي زيها بس مش هيجي من الامتحان. حتى مثلا خمسه سته ام سي كيو نظري وشكل المساله وتحتها الاسئله بتيجي ازاي؟ عشان بس اطمنك ان انت لما هتذاكر وتركز على المقال اللي انا اتكلمت معاك فيها سواء الامتحان ده لك مقال او ام سي كيو مش هتفرق. وصلت؟ في الحالتين مش هتحل. هتحل. خلاص؟ ده انا مش عارف مركز. خلاص؟ لا ان شاء الله الامتحان يكون من المحاضرات ويكون الامور مستقره بس بالنسبه يعني صدقوني والله